وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. أحوال الطقس والأحوال الجوية تستعرضه لنا من جديد دينا. إليك دينا. شكرا لك مصطفى. شكرا لك دينا. والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 28، الصورة 21، اسكندرية 27، 20، مطروح 27، 19، بورسعيد 27، 22، الإسماعيلية 29، 21، السويس 29، 20، العريش 28، 22، طابة 29، 22، شرم الشيخ 31، 23، الغردقة 30، 22، الأقصر 33، 21، أسوان 34، 22، الوادي الجديد 32، 21، شلاتين 33، 24، وأخيرا حلايب 31، 25. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.